بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. انت بتعملي ايه في حياته؟ مستشاره بتاع المستشاره كونسلتنت. بتدي له نصايح يعني وكده بالظبط. بنشتغل مع بعض. قولي لي كده الدنيا ماشيه ازاي يعني؟ يعني هو مثلا انت بتفكري هو بينفذ ولا لا خالص؟ محمد يعني ما شاء الله عليه. الدركسيون مع مين؟ لا بقى احنا بامانه يعني احنا بس فريندز. يعني بالأساس أولا يعني اولا محمد برج العرب فهو عنيد جدا جدا يعني. فالفكره ان احنا بنقعد يعني نتكلم ونشوف ايه الاصلح عشان احنا بارتنرز. فبنشوف ازاي ان احنا يعني علاقه الاول يعني صداقه بالظبط. اوكي بتعجبها دماغها؟ طبعا اساسي يعني. هي بتفكر حلو وهي هي بارتنر هايل ما شاء الله. وبتكملني في كل حاجه يعني هو كرييتيف وانا الاورجنايزيشن. اوكي طيب يعني. اتعرفتوا على بعض ازاي؟ احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ لا قولي انت بقى. طب يلا على الفيسبوك. على الفيسبوك. اوكي انت هو دخل لايك 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 ولا فريند ريكويست و... لا اتكلمنا مع بعض عشان احنا اساسا استنى على فكره انا قعدت كتير جدا احاول ان انا اخليها تنزل اشوفها في الحقيقه. فالمهم انا كنت يعني شفتها في مكان وبعد كده ما اتكلمتش معاها فانا بعت لها على الفيسبوك. فالمهم حاولت كتير ان انا انزلها ما رضيتش تنزل معايا غير ما قلت لها تشربي عصير قصب راحت نازل. يعني دي كانت كلمه جابك بالقصب. والله يعني استغربت انا كمان اصلا ما قلت لها عصير القصب يعني ولا حتى كوكتيل ولا مانجا. انا ممكن اشرح لك ليه يعني. اللي حصل ان انا انطوائيه فما بطلعش كتير ما بخرجش ما بسهرش كده وبخاف شويه برضه. فهو لما قال لي حسيت انه دماغه حلوه يعني ان انا رايحين بس ايه كول كده وقال لك قصب قلت لها تنزلي تشربي عصير قصب طيب ولا ايه؟ ده حتى مش كوكتيل في الخلاط يعني كان عامله من شويه يعني ده قصب. طيب